أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، يوجد في مسجدنا بعض النسخ من سنن الترمذي ولا يوجد عليها كتابة وقف، هل يجوز أخذها وقراءتها والانتفاع بها؟ ما كان في المسجد من الكتب ومن المصاحف فإنه وقف، ولو لم يكتب عليه وقف، وجوده في المسجد يعتبر توقيفا، فلا يجوز إخراجه من المسجد، هو جعل للذين يستفيدون منه داخل المسجد. نعم.